أحسن الله إليكم. هذا السائل من الرياض جيم ألف يقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، أسأل عن حكم جمع أكثر من ميت في قبر واحد. يجوز هذا عند الضرورة، إذا كثر الأموات ويعجز الناس عن حفر قبر لكل ميت فلا بأس أن يدفن الثلاثة وأكثر من ذلك في قبر واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد لما كثر الشهداء وكان الصحابة يضعفون عن الحفر لكل ميت أمر أن يجمع بين الاثنين والثلاثة في قبر واحد، وذلك لأجل التيسير على الناس. أما إذا تيسر أن يدفن كل ميت في قبر مستقل فهذا أمر واجب. نعم.